ومن الرجل أي وعجبت من الرجل يرى القذات في عين أخيه. القذى هو ما يقع في العين، الشيء الصغير الذي يقع في عين الإنسان من شعرة أو شيء يسير جدا، فيرى القذات في عين أخيه، يعني يرى الشيء الصغير الذي يقع في عين أخيه، ثم يقول له انظر في عينك القذات، ينتبه لها وهي شيء صغير جدا. قال ويدع الجذع في عينه، يكون في 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 فيه شيء كبير جدا. لا بمعنى ماذا؟ المراد أنه يرى الدقائق من عيوب الآخرين واليسير جدا من عيوب الآخرين، وينسى عيوبه الكبار، ينسى عيوبه الكبار. أضرب لكم مثال للتوضيح. مثلا شخص ينام عن صلاة الفجر، وإذا أصبح قال فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وما صلى الفجر، ما صلى الفجر، ما أدى صلاة الفجر في جماعة، كان يلزم من كانت هذه حاله أن يبكي على نفسه في تفريطه، ويفكر في عيبه العظيم، وكيف نام عن هذه الصلاة، كيف فرط فيها، ويشغل قلبه بهذه المصيبة التي وقعت له، لكن ينسى عيوب نفسه، ينسى عيوب نفسه ويشغل بعيوب الآخرين. أحد الصالحين توفي رحمة الله عليه، من المحافظين على الصلاة حفظا عجيبا، مرة وقت ساعته وكأنها تعطلت، وهي المرة الوحيدة التي يحفظها لنفسه في النوم عن صلاة الفجر، واستيقظ بعد خروج الصلاة، ليس بعد طلوع الشمس، استيقظ بعد خروج الصلاة، فقام وصلى وتألم ألما عظيما، وجاء إلى هذا المسجد، ومن أهل المدينة توفي رحمة الله عليه، جاء إلى هذا المسجد وجلس فيه إلى صلاة العشاء، جلس فيه، أراد أن يكون هذا الجلوس والندم ولقراءة القرآن وانتظار الصلاة تكفر هذا الشيء الذي حصل له تلك المرة. تجد أناس ينام عن الصلاة وإذا أصبح قال فلان فيه وفلان فيه، وهو مصيبة من أعظم ما يكون. هذا مثال، وعليه فقس أمثلة كثيرة مما يقع فيه كثير من الناس. فإذا الأصل أن 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 تنظر في عيب نفسك والأخطاء التي عندك. فبعض الناس يقف على الدقائق اليسيرة جدا في الآخرين من عيوبهم، ويدع العيوب الكبار التي هو واقع فيها، ولا يبالي بمثل هذا الأمر. فيقول رضي الله عنه، يقول يرى، عجبت من الرجل يرى القذات في عين أخيه ويدع الجذع في عينه.